السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، نرضى في عجالة بسيطة رؤية الفستان الذهبي، وطبعا الكلام هيكون لكل الأشخاص. بالنسبة للبنت العزباء، رؤية الفستان مش الذهبي بقى، خلينا نبدأ بالفستان الأبيض، لأن البنت العزباء دائما ترى هذه الرؤى. أولا، هذه الرؤية رؤية محمودة تدل على اقتراب زواجها أو خطوبتها إن شاء الله. شراء الفستان الذهبي أو أي فستان، ولكن هو في النهاية فستان سهرة، فستان خروج. هذه الرؤية بالنسبة للبنت العزباء تدل على حياة جميلة في المستقبل إن شاء الله تبارك وتعالى، لا سيما إذا كان فستان طويل. أي حاجة في الملابس قصيرة بنسبة 99% مذمومة، مكروهة يعني. أما أي شيء يلبس ويكون طويل في طفاض، رؤية محمودة. فالفستان الطويل للبنت العزباء، هذه الرؤية تدل على التفوق والنجاح لو أنها في الدراسة. طب خلصت الدراسة، تفوق ونجاح في حياتها بصفة عامة. أما القصير عكس ذلك. الفستان الذهبي للبنت العزباء رؤيته تدل على أنها إنسانة سمعتها طيبة. طب بالنسبة للمرأة المتزوجة، تدل هذه الرؤية اللي هو الفستان الذهبي للمرأة المتزوجة على الستر والعفاف ونقاء القلب وصفاء الروح. وبالنسبة للرجل أو حتى الشاب الأعزب، هذه الرؤية تدل على الزواج إن شاء الله تبارك وتعالى. لو رأى الرجل المتزوج فستان السهرة ولكن كان لونه أزرق بلاش ذهبي، هذه الرؤية تدل على المال. اللون الأسود في الفساتين للرجال مذموم، تدل على مشاكل وهموم. أما لو رأى الرجل المتزوج أن زوجته ترتديه، هذه الرؤية مبشرة جدا، تبشره بحمل لزوجته إن شاء الله. طب الفستان اللي هو فستان السهرة الأبيض للرجل المتزوج تدل له على السفر. الفستان الممزق المقطوع للأسف الشديد، هذه الرؤية تدل على مشاكل وربما أمراض. طيب بالنسبة للمرأة الحامل، القصير برغم اللي أنا كنت بقول في البداية الفستان القصير مذموم والفستان الطويل، وده صحيح، لكن دايما المرأة الحامل عندها اختلافات في معنى الرؤى تبعها. زي ايه؟ لو تفتكروا لما كنت بتكلم عن النقود الورقية والمعدنية، كنت دايما اقول ان النقود الورقية محمودة، النقود المعدنية مذمومة، للمرأة الحامل مش مذمومة. زي ما احنا بنتكلم هنا برضو للفستان بنقول الطويل محمود والقصير مذموم. طب هنا القصير بقى لا مش مذموم خالص. ده هذه الرؤية ليها علاقة بنوع الجنين، الجنين ستكون أنثى إن شاء الله. أما الفستان الطويل للمرأة الحامل، الجنين سيكون ذكرا إن شاء الله تبارك وتعالى. المرأة المتزوجة، رؤية الفستان فستان السهرة الطويل، هذه الرؤية يمكن أنا فسرتها من شوية، تدل على العفة والطهارة، وإذا كان لونه أبيض يدل على أخبار مفرحة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأزرق يدل على الرزق والمال زيها زي الرجل المتزوج. الأسود برضو زيها زي الرجل المتزوج، تدل على مشاكل ولكن بشرط إذا كانت في الحقيقة تكره اللون الأسود. أما لو بتحب اللون الأسود، لا الرؤية هنا محمودة إن شاء الله تبارك وتعالى. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.